السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الإله الواحد الأحد خالقنا جميعا، من وسعتنا رحمته وتعطف علينا بفضله وعطائه وجوده، صاحب الغبطة الصديق العزيز والأخ العزيز الذي يحمل معنا رسالة السماء، رسالة السلام والمحبة والرحمة، كما الأخ العزيز الذي كان في حلب صاحب النيافة المغيب بجسده الموجود معنا بروحه، المطران بولس والمطران يوحنا، أسأل الله لهما الفرج. أصحاب النيافة، إخوتي أخواتي، في هذه اللحظات التي أقف فيها في آخر الطريق المستقيم الذي علمنا فيه العالم كله أن الواحد يأتي إلى دمشق وهو يحمل الكراهية والحقد والقتل، فتصوغه دمشق ليخرج منها وهو يحمل الحب والسلام والإيمان. أوليس بولس قد دخل إلى دمشق يوما ليطفئ شعلة الإيمان في القلوب ويقضي على نور المسيح من الأفئدة؟ فاستطاعت دمشق بطريقها المستقيم أن تحوله من عدو إلى صديق، ومن كاره إلى محب، ومن مكروه إلى محبوب. هذه سوريا التي أقف اليوم في مريميتها لأخاطب العالم كله وأقول لهم: سمعتم منذ أسابيع أن مآذن القدس قد أخرس صوتها ومنع أذانها، تعالوا لتتعلموا من دمشق. وأنتم ترون ابتهالات الكنائس ودعاء المساجد يعانق بعضه بعضا ليرتفع إلى السماء واحدا. نعم، أعرفتم أيها الأحبة لماذا جاء أجدادنا بتاريخ له أرقام في الظاهر وله رسالة في المعنى؟ لماذا جعلونا نؤرخ بميلاد المسيح عليه السلام 2017؟ ولماذا جعلونا نؤرخ بهجرة النبي محمد عليه السلام 1438؟ لماذا اختاروا الميلاد والهجرة؟ وكلنا في مدارسنا في هذا الشرق نؤرخ أرقاما، ولكن ما علمنا أولادنا سر هذه الأرقام. أنني في كل يوم أحمل القلم لأؤرخ 2017. ما معنى هذا التاريخ؟ لماذا اختارت الإنسانية ميلاد المسيح لتؤرخ به وهذا العالم كله يؤرخ اليوم بميلاد مجيد؟ أهو رقم أو ذكرى أو سهرة في ناد أو دعوات وابتهالات في كنائس، أم أن الأمر أبعد 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 من ذلك؟ نعم، ما اختار أجدادنا لنا تاريخ الميلاد إلا لنتعلم أمراً، أنه في يوم الميلاد سطع نور جعل الظلام يخبو،
سطعت البشارة وجعلت الناس يعيشون في سلام. حينما يقول الله تعالى في الإنجيل والقرآن عن المسيح عليه السلام أنه هو السلام في نفسه، والسلام الحامل لغيره، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا ما يجب أن نعلمه لأبنائنا. الرقم ليس عدد، إنما سلام يوم ولد، وسلام يوم يموت، وسلام يوم يعود إلى دمشق مرة أخرى لينشر السلام في العالم. هذا هو الرقم الذي نعلمه لأولادنا. فهل علمناهم السلام وهم يكتبون الأرقام؟ لو تعلم الغرب السلام لما أرسل إلينا أسلحة القتل والدمار. رأى غبطته بأم عينيه، رأى مقام سيدنا زكريا في المسجد الأموي، ورأى ما فعلوه في ذاك المسجد الذي ما ذكر فيه يوما قبل الإسلام وبعد الإسلام إلا اسم الله عز وجل. وأنتم تعلمون يا صاحب الغبطة أن المسجد الأموي في دمشق وفي حلب كانتا كنيستين، فلما جاء المسلمون ما باعها المسيحيون لهم أبدا، إنما طلبوا من الخليفة أن يبني 4 كنائس وأن يصلى فيه لله الواحد الأحد. هذه مساجدنا وكنائسنا ما كانت يوما لطائفة أو لمذهب، إنما كانت بيت الرب لكل البشر. لذلك حينما يؤرخ المسلمون اليوم 1438 ليس رقما أيضا، يجب أن يعرفوا أن هذا الرقم له معنى، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى المسيح وموسى وإبراهيم في يوم الهجرة كتب تاريخا أن يحرر الإنسان من عبادة الأحجار إلى عبادة الواحد الديان. كان في ذاك اليوم يبني أمة على التوحيد للإله وعلى أن تحطم الأصنام. فتعالوا نعيد لأطفالنا أن الأرقام هي رسالة من نبي السلام ونبي الرحمة. فلو تعلم من حمل السلاح في سوريا ليقتل أبناءنا ويدمر كنائسنا ومساجدنا، لو تعلم أنه بعيد كل البعد عن نبي السلام يسوع وعن نبي الرحمة محمد، وأنه عدو لهما وعدو للإنسانية جمعاء. لو علمناهم من الطفولة أنك لو هدمت كل مساجد الكون وكنائس الدنيا أهون عند الله من أن تقتل إنسانا. فقد ورد يا صاحب الغبطة في الزبور في أحد المزامير: الإنسان بنيان الله، ملعون من يهدم بنيان الله، ملعون من يهدم بنيان الله. انظروا إلى الفارق، هم يقتلون والمسيح يمر على ميت فيضع يده عليه فيعود إلى الحياة. انظروا إلى الفارق، محمد يرى رجلا قتل رجلا فيقول له: ماذا فعلت؟ قال: لا إله إلا الله. قال: قالها خوفا. قال: هل شققت عن قلبه؟ لماذا تجعلون من أنفسكم آلهة تقتلون الناس باسم الإله والله خلق الكون بمحبته؟ لذلك ونحن اليوم نبتدئ عامنا الجديد، ومن قلب الروح مريم التي كانت هي الأم الطاهرة النقية الباهرة التي حملت المسيح عليه السلام بنفخة من روح القدس،
ليكون هو كلمة الله وروحه. ألا نتعلم أن نكون جميعاً كلمة الله في الأرض، نطلقها سلاماً وحباً ونقاءاً؟ هذه سوريا ترسل اليوم رسالة للعالم كله. نحن منذ 1400 سنة استقبل في مسجد نبينا صلى الله عليه وآله وعلى الأنبياء جميعاً، استقبل وفد نصارى نجران، فجلسوا يوم الجمعة والسبت والأحد داخل المسجد في ضيافة النبي. فلما كان يوم الأحد لبسوا مسوحهم وخرجوا من المسجد، وجاء النبي فقال: لماذا خرجتم؟ قالوا: اليوم أحد ونريد أن نصلي. قال: لما لا تصلون في المسجد؟ فالرب الذي نصلي له إله واحد، عودوا إلى المسجد فصلوا. هكذا فعلنا يوم كانت فرنسا تستعمر هذا البلد، يوم صدر قرار بإغلاق المساجد يوم الجمعة، فأخرج قراراً بطريرك الروم الأرثوذكس يومها: افتحوا كل الكنائس ليصلي بها إخوتنا المسلمون صلاة الجمعة. إن كان أبناؤنا لا يذكرون ذلك فاقرأوه في التاريخ. فتحت كنائس حلب وكنائس إنطاكيا، وكانت إنطاكيا وستعود بإذن الله إلى أرض الشام، لأن إنطاكيا هي من الأرض المباركة للعالمين، وكرسيها كرسي سيبقى مع كرسي القسطنطينية وكرسي الإسكندرية وكرسي دمشق وكرسي أثينا، كرسي واحد يتلو دائماً آية السلام والحب للبشرية. هذه سوريا التي تشهدونها اليوم، ونحن معاً، وكان أنبياؤنا من قبل معاً في نفس الرسالة، لا نفرق بين أحد من رسله. هذه سوريا وإعلامها الذي كان في الكنيسة والمسجد والمشفى والمدرسة والمصنع، وقائدها وفقه الله الرئيس بشار الأسد، الذي كان مع الأيتام في الأسبوع الماضي في دير يطعمهم بيده، يفاكههم بحديثه، يبتسم لهم بحواره. هذه سوريا التي شيطنوها في إعلامهم وأرادها الله نوراً في عطائه ومجده. هذه سوريا تقول لفلسطين: كل شهدائنا الذين استشهدوا خلال السنوات الست على أرض الوطن، إنما أعددناهم لك يا فلسطين، وإنما عاقبونا لأننا لم نستسلم لهم، لأننا أبينا أن نبيع القدس وبيت لحم والناصرة والقيامة، أبينا أن نبيعها، وسنأبى أن نسلمها لمن قتلوا الأنبياء يوماً وجعلوا طريقهم عداوة الإله وقهر الإنسان، ونحن طريقنا محبة الله وكرامة الإنسان. هذه سوريا، إن تفاجأتم إخوتنا من أستراليا بوجودنا في الكنيسة هنا، فمنذ آلاف السنين دخل عمر بن الخطاب إلى كنيسة بيت لحم، وهناك زارها ووقف ينظر إليها، ومنذ أكثر من 40 سنة نزلت بنفسي قبل أن يدخل الصهاينة بيت لحم، ودخلت إلى المهدي ونزلت في المغارة ورأيت النخلة وصليت ركعتين حيث صلى نبينا يوما ركعتين. قال له جبرائيل روح القدس: انزل فصلي. قال: أتدري أين صليت؟ قال: لا. قال: هنا ولد أخوك عيسى، أخوك عيسى. لا نفرق بين أحد من رسله، لذلك جئنا صاحب الغبطة لنبدأ عاما جديدا معكم، ولنقول للعالم: إن كان تاريخنا هجري فهو رحمة مهداة، وإن كان تاريخنا ميلادي فهو سلام وأمان ورسالة حب وإخاء.
هذا التاريخ عندنا، فما التاريخ عندكم؟ حروب عالمية أولى وثانية، وتاريخنا سلام ومحبة وعطاء. هذه سوريا اليوم في عامها الجديد تبدأ بوقف إطلاق النار، وكما دعا صاحب الغبطة منذ لحظات أن يهدي الله أبناءنا ليعودوا إلى الأمان وليستثمروا هذا السلام، ولنقول لمن جاءوا من خارج سوريا عودوا إلى بلدانكم، فسوريا ترابها طهر وماؤها شفاء وسماؤها نور وضياء وشعبها محبة وإخاء. فإن أردتم أن تغيروا من سوريا فلن تستطيعوا أبداً، لأن الله اختارها لكل الأنبياء ولكل الأصفياء. سيادة الرئيس، في هذه اللحظة وأنت تقود طريق السلام كما قدت طريق الصمود، ندعو لك من مساجدنا وكنائسنا أن يأخذ الله بيدك لصنع سلام رائع في هذا الوطن، ولإيقاف نار الحرب، ولجعل السلام هو طريقنا إلى البناء الجديد. أما شهداؤنا، وقد تحدث معي بعضكم أن له شهداء، أقول لكم بشارة: الشهيد لا يبقى في الأرض، الشهيد صار في السماء، يطل علينا ويسأل الله لنا السعادة والنقاء. شهيدنا في أرض الأنبياء تستقبله ملائكة السماء كما استقبلت الأنبياء الشهداء. تحيتنا لكم أحبتي في رحاب مريم، المرأة الطاهرة الرائعة التي أقرأ دائما في القرآن سورتها فأطرب من قلبي، وهي تحمل أجمل بشارة للكون كله. سلام الله عليكم، شكرا لكم، ومن وزارة الأوقاف بالذات وكل علمائها نود أن نقول لكم: نحن في طريق الإيمان مسيرة واحدة، وفقكم الله. والدعاء من الأعماق أن يعود إلينا الإخوة الأحبة المطران بولس والمطران يوحنا أحياء، وأن يكونوا معنا ليس في العام القادم، في شهر قادم بإذن الله، لنفرح بهم ونراهم في الكنائس والمساجد معا. شكرا لكم، ومبارك هذا اليوم وكل يوم في بلاد الشام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.